انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام. دتكو أسبابتا وحي كاعتقادي اعتقادك أي كاعتقاديا صدح قيب وقيب سما دتكو. الأول أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببه، والله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب شرعية وأسباب حسية. إنسان لديه ألم في بطنه وذهب إلى وأخذ شيء من الدواء أو أخذ شيء من الأعشاب وشرب، هذا سبب محسوس ملموس، أو أخذ يقرأ على بطنه الفاتح، هذا سبب شرعي. إذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببه، والله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب شرعية كالرقي الشرعي وحسية كالدواء، هذا القسم الأول صحيح. قفك سببته كاعتقادي إني سببته، هي سببتنا أي تهي سبب سجن شرعي كقص سجن، أما سبب تهسي هالنقطة مد موقته حسية سيد قفك الدواء على وش حنونه يسوي مثلاً أو الدواء عبي، أما السبب شرعي هالنقطة سيد قفك فاتح هذا إسكو أخري، أما رقي شرعي إسكو أخري، قفك سيداس وحي شرعي قص إلهي سبب كنقي قصاب أسباب كنقتو استعماله قفك وقفك السحر أوي. نعم. القسم الثاني من الناس، بعض الناس هدان الله إياه يضع مثلاً على باب البيت أو على السيارة أو على الأولاد أشياء منها. طيب تلا بعد واحد ويدد واحد إلهي سبب كديجين سبب كديجنا هي أو سبب شرعي كديجنا شرعي أنا هين سيد ضد ك وحيابها قاركود جرجة كلك سدة أما هالنقطة وحاسي كبو أما وحيابها كله هالنقطة واعتقادنا إن الشيء قاسي أي واحد وتريسه يعني يضع أشياء على البيت رأس ثور مثلا سيد جرجة وحو دجنا هي مثلا ملح ما عرفت دبي أو كلاته أو يضع أسد أو حوت سمك أما وح لقنا اللباح أما ملاي يوصل لقنا يجريه أو نعل قديمة حذاء قديم أما كبا قديمة أو هر كبا بالي يوصل لقنا أو بعض الخرق القديمة السوداء أما مريه هر قديمة يوصل لقنا يا أمد مذو أو بعض الأعضاء من الحيوانات الميتة أما حبنا كم إذا حيوانات كده انتقيب كم إذا يوصل لقنا يجريه أو بعض الأشياء من البحر أما أشياء وبدأ كسر صار أيو كان سنايا أو عين أو كف أما إل أما جعن أو حافر الفرس القطعة من الحديد هذه تركب في رجل الفرس أما وحيابها كبها فردها لوج ليو كلا أيو صور لقناية أو يكتب بعض الكتابات في الحسد وكذا أما وحيابها قاركود ولي حسد وحكترها أيو قرنها يقرى الله أيو سمينها أو بعض الأشجار أما قيدها قاركود لماذا تضع هذه الأشياء وحيابها اسمك اللي ودي محاق السمين يسوى حاس قال لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أسباب لدفع العين لأنه كل أرمهان وحي السبب ويهين إن إيش إجا نقول هذا شرك أصغر أرنت أسمع ركوا حين قلنا إذا الشرك جنوع يسير أصغر كله يقان لأنك بهذا اعتقدت وجعلت ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سببه لأنك وحاسبت وشرك وكل نقطة نوعها وح إلى هاي سبب كديجن آيات سبب كديكتي وإذا قال لا هذه الأشياء هي التي تدفع بذاتها هي التي تضر وتنفع هذا هو الشرك الأكبر صحيح هذه وقف كاعتقادي أشياء لس أيده إنه يحترس وأيده وحنفعس وأيده وحدفاعي سنة كاسوا بالشرك وينانس أو الله السلام والعافية النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه بيت ودواء وأولاد عليه الصلاة والسلام ولم يصنع شيئا من هذا النبي عليه الصلاة والسلام قربوا لها حولوا لها إلموا لها ما نكحرن وحياباسنا ما استعمالين وما استعمال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الذي يحفظ هو الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه والله أعلم وح إلهي أي حافظة أو حفظية إتك أو حفظين كتاب ما شفته إلهي وحنكبرينا أنه نحفظيه والله أعلم.